كابتن صباح الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. فات 15 حلقة من رمضان، النهاردة إن شاء الله هنجري القرعة على الفايز في الحلقة 15. طبعا هنا زي ما حضراتكم عارفين الصندوق اللي فيه الهدايا فيه لسه 16 ورقة، يعني 16 هدية ب16 فايز، وطبعا دي كل الأسماء الصحيحة. أنا مش عارف ليه الأعداد قلت شوية. لا يا جماعة نصحصح مع بعض، لسه فيه جوائز كتير ولسه معانا حلقات كتير. النهاردة إن شاء الله يسعدنا ويشرفنا أن يكون معانا ضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ الفاضل خضر أبو الفتوح من إدارة الجودة، وهو إن شاء الله اللي هيسحب النهاردة اسم الفايز. يا ترى مين سعيد الحظ؟ تفضل يا أستاذ خضر لو تحب برضو تقول حاجة. كل سنة وانتم طيبين، ولفتة جميلة من مدرسة جميلة، من مدير جميل، من أعضاء هيئة التدريس متميزين، إن هم يعملوا مسابقة رمضان فيها تنشيط من العقل والجوارح من كجوان لسنة تالتة إعدادي، وللمعلمين وللناس اللي حوالينا أولياء الأمور بيبقى في تنشيط ليهم ذهني عقلي روحي إيماني بمناسبة رمضان. بتمنى لهم كلهم كل المشتركين الفوز، وبؤيد كلمة السيد مدير المدرسة بأن العدد يزيد، كل ما عدد زاد كل ما كانت المسابقة لها مردود أعلى عندنا احنا كمسؤولين عن المسابقة اللي هي إدارة المدرسة واللي بنظم المسابقة. عاوزين كل الطلبة اللي في المدرسة، كل أولياء الأمور يشاركوا عشان يبقى في تجاوب، في تواصل، في تنمية للعملية التعليمية من خلال المسابقات والأنشطة. أنا سعيد إن أنا تواجدت النهاردة في زيارة المدرسة، وهكون أنا اللي يعني ده تكريم ليا إن أنا أسحب الفائز، فده تكريم ليا من إدارة المدرسة، وأتمنى إن أنا أسحب كل الورق، بس هي للأسف واحد بس. إحنا عندنا ممارسة مهمة جدا في الجودة اللي هي خاصة بالمشاركة المجتمعية، يعني كل الجوائز من بره. طب تمام، ودي كمان إضافة، ودي إضافة للمشاركة المجتمعية. تؤكد ان في تواصل بين إدارة المدرسة بين المعلمات والمعلمين مع أولياء الأمور والمشاركة المجتمعية، ده دليل على نجاح هذا الصرح في التواصل في التعامل في أداء خدمة متميزة لأولياء الأمور والطلبة، ولذلك في هذا التواصل ده نتيجة التواصل أو نتيجة أداء خدمة متميزة هو مردود التواصل والمشاركة المجتمعية. هنبدأ بدي نسحب الجائزة الأول. ده طبعا ورق كتير، هو زي ورق الكوتشينة، من حوالي 16 ورقة الفضلين. هنعملهم كوتشينة كده. هنعمل كوتشينة كده برضو عشان ما ناخدش الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. وهنختار الجائزة رقم 15. شوف حضرتك كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. شكرا شركة النجاح. شركاء النجاح. هدية مقدمة من الوفاء جروب للتجارة والتوريدات وبال للدعاية والإعلام. طيب النهاردة بقى يعني مبروك لسعيد الحظ، النهاردة احنا عندنا دولي جائزتين هديتين كمان. شركة الوفاء اللي فرعها كمين على البحر مقدم قسيمة مشتريات بقيمة 100 جنيه، وشركة أوبال للدعاية والإعلان مقدمة هدية جميلة جدا ومتميزة جدا. يعني احنا عندنا كده جائزتين النهاردة. تمام، لواحد بس، لفايز واحد. طب ده حظه حلو، وانا حظي حلو ان انا اخترت الورقه ديت عشان يبقى الفائز ده له جائزتين. ربنا يكرمه ويسعده ونشوف بقى الفايز او الفايزه اللي بتاعت النهارده، ونشوف مين ربنا يكرمه. واحنا بنقلب الورقه عشان ما نقولش دي الاولانيه ولا الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا ونشوف. بسم الله. ميرا جمال حيدر.
ميرا جمال حيدر تانية ابتدائي. تانية ابتدائي. ألف مبروك يا ميرا. ألف ألف مبروك يا ميرا. هديتين. ألف ألف مبروك. شكرا يا أستاذ خضر، بارك الله فيك، نورتنا النهاردة. استنونا كل يوم في فايز جديد وفي لسه جوائز متنوعة. كل سنة وحضراتكم طيبين.